هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في مستهل لقاء جديد يجمعنا وإياكم وحلقة جديدة من برنامجنا هنا ماسبيرو. أسعد بصحبة حضراتكم في هذه الجولة الإخبارية. أما الفقرة الثانية فهي حوارية بامتياز، فيها زميلي العزيز خالد سعد وحديث عن الهوية المصرية أو الحفاظ على هذه الهوية. تعالوا نروح لمجموعة من أهم وأحدث الأخبار ونبدأها باجتماع مهم لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع السيد وزير الإسكان. الحقيقة كان الهدف من هذا الاجتماع هو متابعة تنفيذ مشروعات المرافق على مستوى الجمهورية ومتابعة أيضا منح التيسيرات المطلوبة للمصنعين لتوطين صناعة المعدات والآلات والطرمبات، كمان التأكيد على أهمية أعمال الصيانة وحسن إدارة محطات مياه الشرب والصرف الصحي للحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المشروعات. الاجتماع زي ما قلت لحضراتكم عقده الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق بشكل عام اللي بيتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، خاصة تلك المشروعات اللي بيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة. السفير نادر سعد المتحدث باسم الحكومة قال إن الاجتماع شهد متابعة موقف مشروعات المرافق التي تنفذها وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية بشكل عام. خلونا نعرف تفاصيل أكتر وأهم هذه المشروعات والموقف الحقيقة التنفيذي والفعلي على الأرض منها من خلال هذا الاتصال الهاتفي الذي نجريه مع الكاتب الصحفي الزميل العزيز الأستاذ عبد اللطيف وهبة المتابع والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ عبد اللطيف مساء الخير. مساء النور يا فندم. اجتماعات متواصلة الحقيقة، وده موضوع مهم، فكرة المشروعات اللي بتتم أو بتنفذها وزارة الإسكان تحديدا وتحديدا أيضا المبادرة الرئاسية لحياة كريمة. تفضل أستاذ. طبعا زي ما حضرتك عارف أن يعني هناك اهتمام خاص بمشروعات مبادرة حياة كريمة تصل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه بقى؟ لأن هذه المشروعات تغير حياة وترفع من مستوى الحياة الاجتماعية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، يعني لأكثر من 50% من الشعب المصري. المبادرة زي ما حضرتك عارف 3 سنوات الحكومة قامت برصد الأموال المطلوبة لتنفيذ كافة المتطلبات الخاصة بمشروعات البنية الأساسية، سواء كانت طرق، كباري، محطات صرف، محطات مياه، مدارس، صحة، تعليم، يعني كل المشروعات تقريبا. وفي نفس الوقت يعني بيتم تنفيذها على تنفيذ هذه المبادرة على مراحل. نعم. الاجتماع بين رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان وأيضا المشاركين في هذه المبادرة سواء كان من القوات المسلحة أو حتى المحافظات والشركات، الهدف منها هو الوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات المختلفة المبادرة. المبادرة ومطابقة معدلات التنفيذ بما تم رصده من أموال خلال الفترة الماضية، وبالتالي بيتم المقارنة بين معدلات التنفيذ والإنفاق المالي، ثم في نفس الوقت آليات لتشجيع الشركات والمصنعين المحليين للوفاء بمتطلبات اللوجستية، اللي هي زي مثلا الماكينات في محطات الصرف ومحطات مياه الشرب وفي الكهرباء الكابلات، يعني كل ده. الدولة كمان بتقدم حوافز للمصنعين وللاستثمار بشكل عام في هذا الإطار كمان تحديدا، يعني أستاذ لطيف. نعم. ليه بقى؟ لأن الحوافز دي ربما البعض يتصور أنها حوافز مالية، هي ليست حوافز مالية بالمعنى الدارج، ولكن أنا عايز أقول لحضرتك لما يبقى عند حضرتك مصنع مثلا وبتنتج حد معين من السلع أو البضائع، يكفي أن يكون لديك طلبات على هذه السلع، يعني لاستخدامها، وبالتالي ده بيشجعك على الانتاج فأكثر، يعني انت بتبقى ضامن كمان ان انتاجك بيتم تصريفه في الحال. عظيم. انا الحقيقه بشكرك دايما على مبادرتك وعلى وجودك معنا استاذ عبد اللطيف، وعلى التعليق على هذا الخبر المهم اللي بيؤكد ان الدوله المصريه ماضيه
الحقيقة في تنفيذ مشروعاتها وفي توفير الحياة الكريمة للمواطن على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة اللي بتواجهها، شأنها شأن كل دول العالم بفعل تداعيات جائحة كورونا وأيضا آثار الحرب الروسية الأوكرانية. شكرا جزيلا أستاذ عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. هنطلع فاصل مشاهدينا الكرام وهرجع لحضراتكم، ما زال عندنا مجموعة أخرى من الأخبار. طيب كنا بنتكلم في الخبر الأول أيضا عن الحوافز اللي بتقدمها الدولة المصرية للمستثمرين وإزالة العقبات والمعوقات اللي بتعترض طريقهم من أجل الحقيقة تيسير عملية الاستثمار ودعم القطاع الخاص. في هذا الإطار أيضا السيد وزير المالية استمع للمستثمرين في حوار مفتوح حول التحديات الضريبية والجمركية، وده جانب من المشاكل اللي بتواجه المستثمرين. والدكتور معيط قال للمستثمرين ان احنا بنعمل على تنشيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار وكمان توطين الصناعة وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية. دكتور معيد كمان أشار إلى أنه الدولة مع أي إجراء قانوني يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وبدأت فعلا يعني تدرس أكثر من مقترح لتيسير تسوية الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة وإجراءات رد الضريبة. دي نقطة مهمة، تسوية الضريبة وإجراءات رد الضريبة وكمان توفير السيولة النقدية الكافية لدوران عجلة الإنتاج على ضوء أحكام القوانين الضريبية. طب ما تيجي الحقيقة نروح للمتخصصين نسألهم في هذا الموضوع ونستزيد أيضا من بعض المعلومات من خلال الاتصال الهاتفي الذي نجري مع وكيل أول وزارة المالية الأستاذ طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب العامة. مساء الخير أستاذ طلعت. مساء الخير أستاذ شريف، أهلا بحضرتك. زي حضرتك. يعني لو تضعنا في تفاصيل أكتر وإيه يا فندم اللي المصلحة هتقدمه في ضوء توجيه وزير المالية من تيسيرات للمستثمرين ومساعدتهم علشان فكرة يعني رد الضريبة والازدواجية والحاجات الكتير اللي بنسمع عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. هو زي ما حضرتك كنت بتقول كده أن لقاء السيد الوزير اليوم مع المجتمع الضريبي ده جاي في إطار حرص سيادته أنه يبقى في حالة تواصل مستمر مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات. يعني احنا يمكن العالم كله ومصر بتمر بظروف اقتصادية صعبة طبعا. الفئة دي من المجتمع رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات اللي موجودة في مصر هنا محتاجين ان هم يحسوا ان هم عندهم القدرة وعندهم الوسيلة اللي من خلالها يطرحوا المشاكل بتاعتهم الاحتياجات بتاعتهم، عشان خاطر احنا محتاجين كلنا في الآخر نقف جنب بعض عشان خاطر نقدر نتجاوز هذه المرحلة. وعشان كده كان لقاء سيادة الوزير مع رجال الأعمال والمستثمرين، هم طرحوا المشاكل بتاعتهم يعني، وسيادة الوزير تفهم هذه المشاكل. احنا كمان على مستوى مصلحة الضرائب بنقدم العديد من التيسيرات والتسهيلات. كان في مشاكل متعلقة أثيرت ب نظام الدفعات المقدمة اللي هي المبالغ اللي بتدفع تحت حساب الضريبة. هي الشركات والمصانع دي بتدفع فلوس مقدمة حسابات لحين التسوية النهائية يعني يا أستاذ طلعت؟ بالضبط كده. نظام الدفعات المقدمة ده هو نظام بموجبه الشركة بتدفع لمصلحة الضرائب 60% من آخر ضريبة كانت مستحقة عليها، بتدفعهم تحت حساب الضريبة عن العام المقبل، وفي مقابل كده هي بتاخد عائد على المبالغ المدفوعة دي بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي. بيدفعوا المبالغ دي، وبعد كده لما بيجي يقدموا الإقرار الضريبي بتاعهم بيشوفوا الضريبة المستحقة كام، يشيل منها الدفعات المقدمة ويشيل كمان العائد اللي بيمنح على هذه الدفعات المقدمة عشان يوصل للصافي أو الضريبة المتبقية اللي بيبدأ يدفعها لمصلحة الضرائب. برضه عندنا مسألة تسهيل إجراءات رد الضريبة. حضرتك كنت بتتكلم في مسألة إن احنا عايزين نوفر سيولة للشركات دي، سيولة للمصانع دي عشان خاطر تقدر إن هي تكمل وعشان خاطر ما تتأثرش بالأزمة الاقتصادية. مسألة رد الضريبة دي مسألة مهمة جدا، خاصة بالنسبة اللي بيعملوا في مجال التصدير. رد الضريبة ديت معناه إن هو وهو بيشتري عشان خاطر يعمل إعادة تصدير أو عشان يصنع ويعمل تصدير، وهو بيشتري بيدفع حاجة اسمها ضريبة القيمة المضافة. صحيح. وهو بيصدر سعر الضريبة
على التصدير صفر، فبيبقى من حقه ان هو يسترد كل ضريبه القيمه المضافه اللي هو دفعها وهو بيشتري السلع او الخامات اللي دخلت في التصنيع او اللي هو قام بتصديرها. فاحنا عايزين نسهل له المساله دي برضه. ليه نسهلها له؟ عشان خاطر انا عايز اقول له اللي انت دفعته كضريبه قيمه مضافه وانت بتشتري، لا انا لما حضرتك صدرت انا هردها لك، وهردها لك بسرعه كمان وبزمن كمان يبقى مناسب، على اساس ان انا اوفر لك سيوله تقدر من خلالها انك انت تستمر في نشاطك ونتجاوز مع بعض هذه الازمه اللي كنا بنمر بيها. كان في برضه كمان المجتمع الضريبي عنده مشكله متعلقه بالمساهمه التكافليه. المساهمه التكافليه ديت هي عباره عن مساهمه الشركات في التامين الصحي الشامل وقيمتها 2.5% من رقم الاعمال. الشركات كان عندها مشكله في هذه المساله ان هي بتدفع 2.5% من رقم الاعمال، هو بالنسبه لها بيعتبر مصروف، بس قانون التامين الصحي الشامل كان بيقول هو مصروف بس ما كانش من حق الممول ان هو يخصمه ضمن المصروفات وهو بيتحاسب ضريبيا. المساله دي ممكن تبقى بالنسبه لهم مساله مش منطقيه، فبدا برضو تم طرح هذا الموضوع، وسياده الوزير وعد ان هو هيخش تشريع جديد يسمح لهم بخصم المساهمه التكافليه ضمن مصروفاتهم ان شاء الله. مهم قوي، مهم قوي، وده هيساعد الحقيقه في قصه التامين الصحي الشامل، ويعني وفقا للي حضرتك بتقوله يا استاذ عطيه، يعني هيعمل حاجتين كويسين زي ما انت حضرتك كده. هو بيضمن تمويل مناسب ومعقول للتامين الصحي الشامل اللي احنا كلنا محتاجينه، وفي نفس الوقت كمان انا كممول هحس بالعداله لان انا دفعته اتخصم لي من وعاء الضريبه بتاعي. عظيم. يعني هل مثل هذا النوع من اللقاءات بيعقد بشكل دوري، او المصلحه ووزاره الماليه مهتمين بفكره الاستماع دايما الى المشاكل والعقبات اللي بتواجه المستثمرين ورجال الاعمال والمصنعين استاذ؟ باستمرار وعلى اوقات متقاربه جدا. حضرتك انت بتتكلم النهارده سياده الوزير كان بيلتقي مع رجال الاعمال والمستثمرين، من حوالي 3 ايام السيد رئيس المصلحه كان بيلتقي مع جمعيه الضرائب والتقى مع الساده المحاسبين وكنا موجودين معاهم. كل الحوار ده عشان خاطر احنا في الاخر احنا عايزين نسمع الناس اللي احنا بنتعامل معاهم، عايزين نسمع الشركاء بتوعنا في مساله الضريبه دي. انا كنت عايز برضو يعني واحنا بنتكلم عن مساله التيسيرات اللي بتقدمها الدوله بقى للمستثمرين دول، احنا صدر عندنا قانون اللي هو قانون التجاوز عن مقابل التاخير والضريبه الاضافيه. احنا عشان خاطر نسهل على الناس وعشان خاطر يحسوا ان احنا بنساعدهم وان احنا واقفين جنبهم كدوله، بدات الدوله اصدرت قانون قالت والله الناس اللي هي عليها ضريبه متاخره سواء كانت الضريبه دي ضريبه دخل او ضريبه قيمه مضافه، الشركات دي او الممولين دول ان هم عليهم ضريبه، ولان الضريبه دي ما تسددتش في الميعاد المحدد بالقانون، فالقانون بيفرض عليهم جزاء مالي. الجزاء المالي ده اسمه مقابل تاخير اذا كانت الضريبه ضريبه دخل، واسمه ضريبه اضافيه اذا كانت الضريبه دي ضريبه قيمه مضافه. القانون اللي صدر في 28/7 ده بيقول وبيخاطب الممولين والمجتمع الضريبي بيقول له تعالى سدد النهارده لحد 31/8، عندك فرصه انك انت تسدد الضريبه المستحقه عليك، وفي مقابل كده انا بعفيك، انا بتجاوز عن 65% من مقابل التاخير المستحق عليك. عظيم. برضه احنا بنتكلم كده استاذ شريف، الفكره كلها ايه؟ الفكره كلها ان انا عايز اقول له انا بحاول ان انا اساعدك، وبحاول ان انا بمساله التجاوز دي ان انا اوفر لك سيوله نقديه زي ما قال سياده الوزير بالظبط. احنا اكثر حرصا من اصحاب الاعمال والشركات ان تظل هذه المشروعات قائمه ومفتوحه وتشتغل وتكبر وتشغل ناس اكتر، لان في الاخر صحيح. الاستفاده للمجتمع ككل اكبر بكتير كمان من قيمه الضريبه اللي احنا كل واحد ياخد حقه. طيب سؤال اخير استاذ طلعت، هل تجاوزنا فكره شكاوى الممولين سابقا من ما يسمى التقدير الجزافي بعد ما المصلحه الوقت بتشتغل بشكل الكتروني، هناك دقه وتدقيق في مثل هذا النوع من الامر، ما بقتش عندنا المشكله دي نقدر نقول كده يا استاذ طلعت؟ حضرتك سالت وجاوبت كمان،
بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا كنت زمان في المصلحه بنلجأ لمساله التقدير دي، لان انا كنت بفتقد للمعلومه اللي انا من خلالها اقدر ابني او اقدر احاسب الممول بشكل يتناسب مع حجم اعماله. ما كانش عندي المعلومه دي، فكان بعض الزملاء يعني يقول يعني من باب الاحتياط كده، فكان يبدا حته التقدير والمغالاه في التقدير. النهارده يا استاذ شريف الكلام ده وبنسبه كبيره، بنسبه كبيره الكلام ده ما عادش موجود. ليه ما عادش موجود؟ لان احنا دلوقتي مصلحه الضرائب بعد ما طبقت الاقرار الضريبي الالكتروني وطبقت مراحل متعدده ومتقدمه من الفاتوره الالكترونيه، وبدانا نطبق كمان الايصال الالكتروني، بقى عندي جانب كبير جدا من معاملات المجتمع الضريبي موجود قدامي على المنظومه، وبالتالي انا اقدر احصر وبشكل كبير جدا قيمه تعاملات كل ممول داخل المجتمع الضريبي، وانا مش مضطر ابدا دلوقتي لمساله التقدير اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الضافيه الاستاذ طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية. لسه عندي خبر بعد الفاصل سأعود إليكم مشاهدينا الكرام. تظلمات الثانوية العامة، ما زلنا في إرهاصات الثانوية العامة الحقيقة اللي بتزعج الأسرة المصرية. وفي بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم قالت أنه بنحدد بعض اللجان بالمحافظات لطلاب الثانوية العامة اللي تقدموا بتظلم من نتيجة الدور الأول، علشان يتم تخفيف عبء الانتقالات على أولياء الأمور المتضررين من نتائج أبنائهم في امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية. دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اللي حلف اليمين قبل يومين قال أنه جرى تحديد بعض لجان النظام والمراقبة اللي بتتوسط المديريات التعليمية لتكون مقر للاطلاع بدلا من المركز الرئيسي فقط الموجود في مدينة السادس من أكتوبر. طيب أهمية ده إيه وهيساعد الطلاب إزاي، وإلى أي مدى الطلاب بياخدوا حقوقهم إذا كان هناك شخص تعرض لظلم؟ خلونا نعرف من الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة نيفين شحاتة نائب رئيس تحرير الأهرام ورئيس قسم التعليم. أستاذة نيفين مساء الخير. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. حضرتك شايفة فلسفة هذا القرار إزاي، وإيه اللي ممكن يضيفه لأبنائنا يعني أو يساعدهم إزاي؟ الحقيقه طبعا امبارح كان اليوم الاول للسيد الوزير الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني كاول يوم عمل في وزاره التربيه والتعليم، والحقيقه هو اجتمع من اول لحظه مع قيادات الوزاره وقال عده تعليمات اهمها النظام التعليم وتطوير التعليم اللي بدأه الدكتور طارق شوقي، احنا مستمرين عليه مع يعني تغيير في بعض آليات التنفيذ، لكن النظام قائم بكل ما يشتمله سواء المرحلة الثانوية أو مرحلة رياض الأطفال أو حتى تطوير المناهج بصفة عامة وتطبيق مناهج جديدة على الصف الخامس الابتدائي. من ضمن التعليمات اللي اتقالت مسألة التظلمات اللي حضرتك استعرضتها في البداية، وهي أن النهاردة أول يوم اطلاع لطلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم، وكان عددهم حوالي 1000 طالب وطالبة. طبعا الوزير حدد بعض اللجان والكنترولات يعني في جميع الأماكن على مستوى المحافظات، وده تسهيلا على الطلاب بحيث ان هم ما يضطروش ان هم يروحوا المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر، وطبعا لان هناك المركز الرئيسي الكنترول الرئيسي للثانوية العامة اللي فيه أجهزة المسح الضوئي والصحيح الإلكتروني، فده هذا الإجراء تسهيلا على أولياء الأمور وعلى الطلاب بحيث ان هم يطلعوا على ورقة البابل شيت اللي خاصة بكل طالب، وطبعا مسجل عليها رقم جلوس الطالب واسمه والباركود بتاعه، وطبعا الاطلاع بيسمح لولي أمره بعد إظهار البطاقة الشخصية بتاعته بيسمح لولي الأمر إن هو يدخل مع ابنه أو بنته في غرفة، والغرفة دي بيكون فيها البابل شيت وكمان ورقة الأسئلة، لكن لا يعتد بورقة الأسئلة، يعني في بعض الطلاب بتدون إجابات على ورقة الأسئلة، فهذه الورقة لا يعتد بما مكتوب فيها، هو طبعا بيعتد بالبابل شيت، وكل بابل شيت طبعا على حسب نماذج الامتحانات اللي كانت موجودة بيبقى فيه النموذج الإجابة اللي خاص بكل نموذج من هذه. وعملية التصحيح كلها كانت بتتم بطريقة إلكترونية تدخل بشري أو يدوي أستاذ نيفين؟ في لا الحقيقة طبعا منذ العام الدراسي الماضي وامتحانات الثانوية العامة الماضية وهذا العام أيضا التصحيح كله إلكتروني
بدون تدخل نهائيا للعنصر البشري، لان الاسئله كلها اختيارات من متعدد، ما فيهاش اسئله مقاليه، وبالتالي كانت تصحح بطريقه الكترونيه باستخدام جهاز المسح الضوئي. وطبعا بيتم التاكد من هذا في حوالي جهازين او ثلاثه، يعني الورقه بتتصحح اكثر من مره قبل اعلان النتيجه. طبعا طب خليني اسال حضرتك، ماده زي الرياضيات بفروعها المختلفه، الجبر والتفاهم والحاجات دي، على ما اسمع من الاساتذه المدرسين انه لما يكون طالب بيحل مساله فهو بياخد على كل خطوه عملها صحيحه درجه، لكن نعم. اذا وصل لنتيجه خاطئه ما بياخدش زيرو مثلا من خمسه، اذا كان السؤال مخصص ليه خمسه، لا بياخد اربعه ونص من خمسه. هل التصحيح الالكتروني بيقدر يقيم الطلاب بهذه الطريقه ولا في اليه مختلفه؟ لان واضح ان الموضوع ده عامل يعني شويه تباين في وجهات النظر. استاذ نيفين بخبره حضرتك، يعني هو طبعا كلام حضرتك صحيح، ويمكن كان فيه العديد من اولياء الامور والمعلمين طلبوا بيه قبل امتحانات الثانويه العامه، لكن اللي سمح به في الامتحان هو استخدام يعني ورقه بيضاء او ثلاث ورقات بيضاء للمواد العلميه كافرع الرياضيات، بحيث ان الطالب يجرب فيها المساله ليس اكثر ولا اقل، لكن الخطوات بتاعتها ما عليهاش اي درجات. الدرجه بتبقى على اجابته على السؤال داخل ورقه الاسئله وباستخدام البابل شيت واختيار الاجابه الصحيحه. لكن تقديري هذا ظلم مبين يا استاذه نيفين، وحضرتك صححي لي. هو طبعا مبدئيا طبعا نظام الامتحانات الاختيارات من متعدد بيختلف عن الاسئله، ومش في كل المواد، يعني ما ينفعش في كل المواد، بالذات المواد اللي هي بتحتاج الى 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 تفكير واجراءات، حتى زي الفيزياء وخلافه ومعادلات وما الى ذلك. يعني طبعا ما اتعلمنا ان كل خطوه الطالب بيعملها طالما صحيحه بياخد عليها درجه، ربما يخطئ في اخر خطوه يطلع رقم غلط، مش معنى كده انه يفقد كل درجات المسألة. أنا بحاول نفهم بس، عشان هل ده ممكن الدكتور رضا حجازي ينظر فيه مستقبلا؟ يعني هو طبعا المسألة دي كانت حسمت لأن طريقة الأسئلة من خلال بنوك الأسئلة بتبقى معمولة يعني بفنيات معينة كان الأولاد اتدربوا عليها وعرفوها قبل الامتحانات، فأكيد هم داخلين الامتحان وعارفين الآلية اللي كان بيعقد عليها الامتحان. يمكن لحضرتك بتقوله مستقبلا يتم مراعاته، وأنا أعتقد يعني بنسبة كبيرة جدا ان مع امتحانات الثانوية العامة المقبلة لو احنا استمرينا على نظام البابل شيت اعتقد ان هيبقى فيه اسئلة ايضا موضوعية ومقالية بالاسلوب اللي حضرتك ذكرته، وهيبقى يعني هيبقى فيه اختلاف نوعا ما. طبعا ده مش قرار ولا يعني ما صدرش بيه قرار رسمي، صحيح، لكن انا يعني بعتقد ان هو الاتجاه هيكون لهذا الامر. يعني ان شاء الله يا فندم، وانا بشكرك، شكرا جزيلا كاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير الأهرام ورئيس القسم التعليم بالأهرام. أنا كمان بشكر حضراتكم على حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، وزي ما وعدناكم في بداية هذه الفقرة زميلي العزيز خالد سعد هيتكلم عن كيفية الحفاظ على الهوية المصرية في ضيافته يعني أستاذ جامعي كبير. ابقوا معنا بعد الفاصل.